خلينا كده كمان نروح لخبر تاني واحنا بنتكلم معاكم. يمكن الخبر ده يمكن الحقيقة موجود والناس نفسها تصدت ليه بشكل كبير، ولكن أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا بشأن فيلم الملكة كليوباترا، واللي سيبدأ عرضه على إحدى المنصات الأجنبية يوم 10 مايو القادم بإذن الله، حيث تظهر فيه البطلة الحقيقة اللي بتقوم بدور الملكة كليوباترا السابعة بلا ملامح إفريقية وبشرة سمراء اللون. مش دي المشكلة، ولكن المشكلة إن هي عدم المصداقية. في البيان أكد دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، مضيفا له كان يجب الرجوع إلى متخصصين في علم الآثار عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية، والتي سوف تطل وأيضا تنقل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم. ولافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر فيها الملامح اليونانية للملكة كليوباترا كما نرى في الصور من حيث البشرة فاتحة اللون زي ما أنتم شايفين كده. وأكد أيضا دكتور مصطفى وزيري أن حالة الرفض التي شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة كليوباترا السابعة، والذي هو جزء هام وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدا كل الاحترام أيضا الكامل للحضارات الإفريقية. زي ما أنتم شايفين في الصورة هنا الملامح لكليوباترا، بشرة فاتحة اللون، ويمكن الصور اللي موجودة على حتى السوشيال ميديا وعلى أيضا الصور الموجودة لعرض الفيلم كلها بالملامح الإفريقية. وإحنا بنؤكد إحنا طبعا إحنا أصلا أفارقة، ولكن التاريخ تاريخ والحقيقة حقيقة والتوثيق توثيق، لأنه الفيلم كمان وثائقي. فلما بنقدم فيلم وثائقي معناها ان احنا لابد ان نعود الى التاريخ. خلينا ناخد ومزيد من التفاصيل، خلينا نتعرف على ما يحدث وناخد هذه المداخله، وايضا نشوف يعني الى اي مدى يعني حقيقه يعني ما وصل اليه هذا الفيلم، وازاي ان احنا لو هذا الفيلم يعني يأتي بتزييف للحقائق ممكن يعمل لبس شكله إيه؟ دكتور بسام الشماع الباحث التاريخي، مساء الخير يا دكتور. مساء النور عليكم وعلى الحضارة المصرية كلها. مساء النور على حضرتك. خلينا نقول إنه يعني يمكن يعني هذه المنصة وإنتاج فيلم وثائقي في نوع من أنواع التزييف لشكل الملكة كليوباترا السابعة. كلمنا عن هذا، يعني لماذا يلجأ البعض خاصة عندما نقدم فيلم وثائقي ولا نلتزم في المصداقية التاريخية؟ هو الحقيقة يوجد كثير جدا من الملفات في شأن موضوع تزييف التاريخ وتشويه التاريخ، وبالذات التاريخ المصري كونه طبعا أشهر تاريخ في العالم. يعني عندما نتكلم عن التاريخ المصري والآثار المصرية نتكلم عن مباني ما زالت موجودة لغاية دلوقتي، نتكلم عن أكثر من 120 هرم، نتكلم عن عدد مسلات كبيرة جدا بيقف أمامها مهندسي العالم كلهم مبهورين، نتكلم على أسماء كبيرة في التاريخ أمثال الملوك المشهورين حتمس الثالث، تحتمس الثالث، 17 معركة عسكرية بينتصر فيهم بالجيش المصري وهكذا. نتكلم عن أكبر مقبرة بها ذهب وبها فضة وبها يعني آثار على أعلى مستوى، 5398 قطعة، مقبرة توت عنخ آمون من المقبرة رقم 62 في وادي الملوك. فأنت عندما تتكلمي عن مصر في أي حتة في الدنيا بتجدي على طول الناس عينيها بتبرق وبيبدأوا يهتموا باللي أنت بتقوله. العجيب بقى أن كمان مقابل ده إحنا عندنا بقى راصدين، وأنا واحد من الناس اللي راصد الكلام ده في خلال ال 30 40 سنة اللي فاتوا، كوني يعني أعمل هنا وحضرت هنا وأحاضر أيضا في الخارج للأجانب وللمصريين هنا وكله، اكتشفت حاجة عجيبة جدا. اكتشفت ان يوجد تاريخ من التزوير مصرين عليه في الغرب ومصرين عليه في منصات، الآن طبعا بما احنا بنتكلم عن انترنت وكده ففي منصات، ومن قبل المنصات كانت هوليود في الوقت الذي كانت كليوباترا بيضاء جدا 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 في دور فيفيان لي صحيح. في فيلمها الشهير، جاءت بعده يعني بعدها على طول اليزابيث
اليزابيث تايلر بالظبط. والفيلم الملحمي الشهير بتاعها صحيح، من احلى افلام اليزابيث تايلر اصلا يعني وقتها، والقطط وعيون القطط السيامي، والدنيا كلها اتقلبت وصدرت للعالم كيف ان هذه الملكه قد تبوأت العروش استخداما بجمالها ولجسدها. صحيح. وده كان تصديق خاطئ لان كليوباترا لم تكن جميله الشكل. والدليل على كده ان اذا نظرتي الى العملات وبالذات العمله اللي انا بطالب بعودتها بقالي اكثر من 10 سنين من المتحف البريطاني، فشكلها يعني ابعد ما يكون عن الجمال. هي كان لها شخصيه، كانت تتكلم اكثر من 6 لغات اجنبيه. صحيح. كانت مثقفه، كانت تقرا الشعر، كانت تحفظ الاسطوره، كانت فارسه على جوادها، كانت متعلمه، كانت كمان شخصيه طموحه جدا. بالتالي هي لم تستخدم كاليزابيث تايلر في الفيلم، ولكن للاسف صدرت للناس اللي ما بتقراش تاريخ في الغرب وما اكثرهم، صدرت لهم هذه الفكره فبقبلهم الموضوع. فبقى عندك يعني اذا حتى الافلام القديمه زي ما حضرتك بتقول دكتور بسام كان فيها اخطاء، انه تم استخدام شخصيه كليوباترا على انها شخصيه انثويه بجمالها وسيطرت بجمالها، وده ما كانش ايضا كان تزييف للحقيقه، لكن كانت كليوباترا ذكيه متعلمه مثقفه، فكان شخصيتها هي المؤثره وليست الانوثه نفسها. نعم يعني. طيب يبقى اذا عندما تتكلم، عندما تفتح فاها تاثر كل من حولها، ده من ضمن المقالات. احنا لدينا مؤرخين قالوا لنا على شخصيتها، باباها معروف، نيجي بقى نتكلم عن الفيلم بتاع يوم 10 مايو. الفيلم بتاع يوم 10 مايو نحن نتكلم عن كليوباترا تاريخيا واثريا من النادر جدا انك تاكدي تمثال لها. نتكلم تاريخ بقى واثار صح بقى. من النادر انك تلاقي تمثال لكليوباترا السابعه، والسبب لده ان الرومان كانوا اعدائها. فلما غلبوها في الحرب، المعركه الشهيره بتاعت اكتيوم اللي هي وهي وكانت مارك انتوني موجودين فيها، وانتهت هذه المعركه بنهايتهم هم الاثنين، بس هو كانت نهايه مارك انتوني الاول، بعدين هي قعدت شويه وبعدين كملت لانها كانت شخصيه قويه وكانت برضه كانت ماكره الى حد كبير يعني. فانت عندك النهارده الاب معروف. نحن نعلم على صفه التاكيد من هو ابو كليوباترا السابعه، هو كان بطولمس ال 12 كان يطلق عليه الزمار. ونحن نعلم ان الام غير معروفه وغير مؤكده تاريخيا. ولكن نؤكد للجميع بأن نمرة واحد، الحضارة الأفريقية أو الحضارات الأفريقية العظيمة لم تشيد الحضارة المصرية، ده نمرة واحد تاريخيا بقى بنتكلم. نمرة اتنين، كليوباترا باباها مقدوني بطلمي إغريقي. تمام. بطلمس ال 12 ده إذن هو من نفس جلدة اليونان. صحيح. فهو ليس أفريقي وهو ليس أسمر ثمار الأفارقة ولا حتى ثمارنا إحنا. يعني ولا احنا ثمار المصريين القمح الحلو الجميل بتاعنا. صحيح. كويس؟ صحيح. نمرة ثلاثة، النوبيين والجنوبيين العظام المصريين الجينات بتاعتهم مختلفة عن الجينات النيجرويد الأفريقية. صحيح. برضو بنتكلم على عظمة الحضارة الأفريقية التي صدرت طبعا العالم الثقافات. طبعا. أنا فاهمة. احنا هنا بنتكلم عن تاريخ حقيقي، عن 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 توثيق لحقبة وشخصية حقيقية، فيعني ما ينفعش ان احنا نغالط فيها. يعني ربما لو كان هناك فيلم يتناول عن حاجة افريقية احنا اول الناس هنقول فعلا هي افريقية وتمام. أيوة. وهيبقى أفرق، لا احنا افارقة زي ما احنا بنقول، ولكن ده التاريخ. مصر والمصريين هي واحد مصرية قديمة بالجد، خلاص احنا لغينا كلمة فرعونية من زمان، مصرية قديمة بالجد. بالجد بتاعها مصري قديم. صحيح. بالجغرافيا أفريقية. صحيح. بالأب بدأت تمتزج مع الحداثة ومع الوطن العربي ومع الإسلام في 640 ومع العرب وغيره. والآن أنت تلك البوتقة العظيمة اللي اسمها The Egyptians، اللي هو الريس ده، الجنس اللي اسمه المصريون، وهو الذي قد ذابت فيه كل من دخل عليه. صحيح. فده احنا بنتكلم هنا جينات، ما فيش حاجه ما لهاش دعوه بفكره العنصريه والابرتايد. اكيد. انا من الحقيقه يعني ضد العنصريه والابرتايد والحلول طبعا. يا فندم في 30 ثانيه انا هقدم للوزاره الاثار
ولوزاره الثقافه سريعا كده، استغل فرصه ان احنا على الهواء ولا في حد من المسؤولين بيسمعونا، انا هقول لكم الحلول ازاي. انا راجل اديت محاضرات. طيب خلينا نبدا في الحلول، ما هي الحلول؟ اتفضل. الحلول: واحد، مؤتمر عالمي قبل 10 مايو. تمام. لمدة يوم به 10 علماء. ثلاثة منهم أفرو سنترزم، يعني هندعوهم إلى القاهرة أو إلى أسوان أو إلى الأقصر. هنقعد معاهم. هنقول لهم تعالوا هنقنعكم بالعلماء بتوع الجامعة وعلماء وزارة الآثار أمثال دكتور مصطفى وزيري والناس اللي متمكنة من علمها. وأيضاً المرشدين السياحيين اللي حضروا في بلاد بره علشان يبقى عندهم اللغه وعندهم طريقه طبعًا. الابروتش او طريقه الوصول. واحد. تمام. اثنين، فيلم تسجيلي على مستوى عالمي يتم الرد فيه علميا وبالتالي نرد بدون الدخول في اي عنصريه او شبهه. صحيح. انا بتفق مع حضرتك تمام الاتفاق، واحنا بقى عندنا كمان قناه وثائقيه مصريه محترمه ممكن جدا يتم اعداد فيلم وثائقي ومترجم ايضا، ويتم ايضا وضعه على احنا كمان عندنا منصه محترمه جدا زي واتشت، ممكن يكون عندنا هذا الفيلم او على المحطه الوثائقيه المصريه. هذا هو الرد. واعتقد كمان انه الناس العامه اللي موجودين على السوشيال ميديا الحقيقه الناس كتير بترد وبتحاول انها تكون موضوعيه. انا بشكرك جدا دكتور بسام الشماعة الباحث التاريخي، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلنا انا عايزه اقول لكم هي فكره كمان المنصات انه بيتم انتاج عدد من الموضوعات او الافلام لشد وجذب الانتباه، ويمكن هنا ما بيهموش قوي انه يعود للتاريخ او يدقق، لانه حتى هذه المغالطات والتزييف عامله له جذب، يعني مخليه الناس حتى عايزه تنتبه هو هيعمل ايه. صحيح انه ده مش مفروض، لانه هي كده ممكن تضعف يعني مصداقية المنصة وتخلي الناس عارفة أن المنصة دي ربما أن هي بتلجأ إلى إنتاج عدد من الأفلام أو تقديم عدد من الأفلام الغير صحيحة أو اللي بيتم فيها تزييف للتاريخ. الأهم عندنا أنه لما نتعرض لعدد من الأفلام زي دي أو تبقى موجودة على منصات وناس بتشوفها يكون عندنا إحنا كمان شرح وبحث وتوضيح علشان هذه الأفلام ما تاخدش حيز كبير من الناس والناس تعرف إن هي أمامها تزييف. تفتكروا كمان إحنا كمان كمصريين بالذات بنبقى حريصين لما يكون في حاجة خاصة بتاريخنا أو التاريخ الفرعوني؟ كان في أعتقد عمل درامي وتم وقف هذا العمل لمجرد إنه الملابس أو الشكل مش مظبوط، تم حتى وقف عرضه أو إنه يتم إعادة إنتاجه بشكل جديد، وده مجرد حاجة محلية إحنا أيضا بنهتم بيها. فإذا مصر دايما حريصة على الدقة وإن إحنا نكون حريصين على وضع كل حاجة، خاصة لما تكون حاجات وثائقية ويكون التاريخ هو العنوان.